السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين بالماضي، وين يكشف سر تألق عمورة مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ما أردت أنت تحطيم اللعاب. يعني بغيت هربت لك في الكوب دافريك، خرجنا بنقطة، يعني وين بغيت تحصل كلش في جوار اللي ما لعبش كاع، اللي ما لعبش يعني ما نشعه جن طيحة، ما دارولو السحور، ما دارولو، ما شاف إيبوسي قدامه، ما والو. يعني هدرت عليه بطريقة يعني ما كاش كاع طريقة. احنا كيما نقولوا، احنا دروك كان اللي يقول لك، انا شفت واحد قال لهم كسمو بنيتو ما كاش بلاصتو، يا ودي بنيتو ما لعبش باش تحكم عليه، شتي تقول بلي ما كاش بلاصتو، شتي ما لعبش باش تحكم عليه. ناس ما كاين اللي ما لعبوش، كان اللي جاو وراحوا ما لعبوش مساكين، ما كاش تهدر تقول بلي ما كاش بلايصهم. عندنا الناس وين كومونتو يقول لك ما تبقاش تهدر على شتي ما عندوش بلاصتو، شتي انت شتاه بلي ما عندوش بلاصتو، تا شفت شتي بلي ما عندوش بلاصتو. كيما نهار دافعنا على عمورة، انا كنت عارف بلي عمورة لعاب يعني كاين المكانة تاعو في المنتخب الوطني الجزائري، يعني في الكاري 18 تاع صندوق، كاري 18 قتال، كي تجي قدامو كاري 18 والله لا مركاها، والله لا يماركيها كاري. سالنا البنت الزاوج تاع، خلينا من البنت تاع ايران، نهضروا على البنت الصعيب تاع كيسموها تاع تنزانيا اللي ماركاها، بنت صعيب هذاك، أبي تعيب هذاك مركاه سي محمد، مجيني كيما جوال معاه لاصق فيه، مالو ما يقارعش إياه، تترمش يمركي لك، قلنا لك كل عبد مالو، على بالك في تاع الكاميرون، كوب دافريك تاع الكاميرون، والله العظيم على بالك خلينا من الكاميرون، خلينا هذو الماتش دو باراس تاع الكاميرون، واحد كيما عمورة كو كان مع الآخر، كو كان مع سليماني، كان هو ينقذك، كان هو يسلكك. انا نقول لك بلي انت هو سبب الاقصاء 99%، سبب اقصاء المنتخب الوطني، هو المدرب حب من حب وكره من كره. والله ما على بالي بواحد ودي نهضر فيها، انايا منتخب وطني ما كانش غادي يجي يقلع لي حب الالوان الوطنيه. يعني نهضروا الصح، يعني تشوف كيفاش حصلنا في قاسامة، انا قلت لكم مشاكره نورمالمون كي نبغوا نلعبوا مع النيجر هنا ديروا له مامر شرافي، صفقوا عليه مامر شرافي وصفقوا عليها مشاكره تاع شاسل القاشي، ولا تا ولاو يهضروا كاع هضره تاع مشاكره، ميل في ثقيل قصامة ومنا ميل في قهوه دوش غادي كاع هادي. خليتو راكم تهضروا على كلش، ما كاش اللي يهضر على البون دو جو تاعنا، ما كاش هادو الا ثلاث مباريات لازم مازال اختبارات، هادو فروض افتراضيه، هذو فروض افتراضيه، نهضروا الصح، مازال اختبارات تاع الصح. يعني تخاف كيما كنا نجيبوا لا مويا 35 فرض، جبنا مي جاو اختبارات خسرناهم، خسرنا اختبارات تاع البياف وخسرنا اختبار تاع الباك، هيا روح تربح مالكم. اما خدمتي انت ربع سنين وانتيا عندك 11 لاعب، وعاودوا ولاونا تاع بالماضي يفوز بالفريق الثاني، والفريق الاول وين راه؟ علاه انتم عندكم فريق اول؟ هذا هو الفريق، هذا هو، الاخرين يريحوا، الاخرين يريحوا. يعني تجيب ديلور، تجيب محرز فيها ديلور فيها محرز، هذو اللي يولوا، الاخرين يريحوا، الاخرين مكاشيه، الاخرين مكاش، لا عطار لا بن سبعيني لا كيسموك تاعنا هذا بدرانو نورمالمون في اللاكس يكون كاين الاخر كيسموه، يعني كاين عندنا ماندي، عندنا طوقا، عندنا كيسموه طوبا، كاينين لعابه ميليو تيرا، الميليو تيرا لازم له، مازالت خدمه ميليو تيرا، مازالت لك خدمه، لازم تعاود تحوس تخدم ميليو تيرا وتصنع، لازم تجيب صانع العاب، مادام ما جبت صانع العاب ما غادي ندير والو. ديك شو هذاك قادر كيلعب، لعب لك صانع العاب، شو كيفاش خدم لك، خدم مليح هذاك اللي لعب كصانع العاب، خدم لك مليح سي محمد، عطاك مدلك. شو الميليو كيفاش البولا ولا تطلع من تحت سي محمد، انا هنا قلبوا بولا قدام يقلبها لادفيرسير يحطها ويطلع يخدم ولا كاع الناس فايقه بينا كي نلعبوا.
هكذا بها القدام ولا مشي قارونا ولا ما يتعبوش روحهم قارونا طيح عندهم يعاودوا يصنعوا الهجمه تاعهم يعاودوا يصنعوا الهجمه تاعهم. انت ما خدمتي 4 سنين انت دخلتنا في حيط انا غير راحت كوب دي موند ما زدت غايضتني كوب دي موند ما زدت اليوم مصروع انا من كوب دي موند كيما غادي تكذبنا واحد القنطه عقلوا عليها مليح راني نقول لكم كوب دي موند المنتخبات يعني تحط شوف شوف حنايا حنا كون خدمنا هذه 4 سنين كنا غادي نخدموا كنا غادي كوب دي موند غادي ناكلوا الغاشي والله العظيم كنا غادي ناكلوا الغاشي. ناس ما خدمتش يعني ما راه شوف فرنسا تعاني في بلادها تعاني بطل العالم يعاني الالمان تعاني انجليز تعاني يعني من كاس منتخبات ما يعمروش العين والله روحنا لو كنا نديروا تاريخ والله لو كنا غادي نديروا تاريخ. حنا طاتنا مرحله انتقاليه باش نخدموا جيل تاع لعابه على راسهم عوار قويري امين جيل تاع لعابه بصح المدرب ما بغاش يخدم ماشي ما بغاش يخدم غلط روحه قال بلي هادو نروح بهم وصايك دارهم صحابه دارهم جماعه تاع قهوه خالصه من الصباح حتى الليل هيا قلعوا في رحبيه نروحوا في رحبه كوب ديمون بصح دخلنا في حيط. وانكشف الناخب الوطني جمال بالماضي عن سر التطور والتألق الأخير أخيرا للمهاجم محمد أمين عمورة في لقاءات المنتخب خلال تربص الماضي. وقال في تصريحات خاصة بها لموقع رسمي الاتحاد الجزائري أن عمورة تغير كثيرا مؤخرا وتطور للأحسن. يعني في 5 شهور تعاير فيه تحرك فيه ديريكت. وأضاف عمورة الحالي ليس عمورة الذي كان قبل موسمين لا انت هدرت عليه في هذه لانه تطور كثيرا واصبح متكامل بعدما لعب في الملاعب الاوروبيه. يعني في 5 شهور ولدي قلت لنا مازال صغير 5 شهور قلت لنا راكم تطور راكم الاعلام راه ينفخ فيه 5 شهور برك عمره كبر. وين حاول المهاجم السابق لوفاق ستيف حيث عبر عن اعجابه كبير بتغيير نظره المهاجم للعاب وتطوره الفني الباهر. خاطش علاه ولي تبعد في عموره ما يلعبش كان عندك انت ديلور طردتو على جال بونجاح وسليماني طردت ديلور على جال بونجاح وسليماني ما وليتش تجيب ما جبت الناس 3 في المستوى ما جبتناش 2 في المستوى ما بغيتش تخدم طوبه تفضحكم طوبه فضحكم امام الكاميرون تخلوا فضح كلش سبحان الله. وتألق عمورة بشكل لافت في الدقائق التي لعبها مع المنتخب الوطني ضد منتخب تنزانيا في مباراه ثانيه خلال تصفيات كاس امم افريقيا كوت ديفوار وايران وديا. وسجل اللاعب السابق لوفاق ستيف هدف التقدم الثاني في اخر دقيقه يعني اواخر دقائق اللقاء تنزانيا ما اكسب المنتخب الوطني 3 نقاط مهمه وصدر المجموعه السادسه في تصفيات كاس القاريه. وسجل المهاجم الحالي لنادي سويسري هدف التقدم الثاني للمنتخب الوطني في الدقائق الاخيره لمباراه ايران وديه ايضا. وكان عمورة قد صرح سابقا انه يحترم كثيرا يعني اللعب يعني بزاف على بالك وين يحترم المنافسين يعني المدافعين يعني شأن الانطلاقات تاعو شأن بزاف صوالح على بالك شأن بزاف فيه لي كاليتي تاع لعاب كبير جاي كبير. خلعنا علي وحدك ما هضر معاك مسكين ما والو. قلت لهم راكم حاسبينه باللي لعب هذا حطم رقم قياسي قلت ما كان والو قلت له مازال صغير. ومن بعد تخرج تقول لي بلي في عامين ولا وين. ارسل عمورة في تصريحاته رساله للجماهير الجزائريه وين قال لهم اريد تطوير مستواي من اجل اسعاد كل الجماهير الجزائريه بتسجيل اكبر قدر ممكن من الاهداف مع المنتخب الوطني الجزائري. انت يا لهنا خويا اللي داير اللي قلت لي سليماني وين نديروه سليماني دي عندك واحد كاتب لي هنايا جيجو ديجو ما كاين عم سمي روحه. قال لي ماك تهدر على عمورة مكسر الحس على عمورة سليماني وين نديرو ديه يلعب عندك سليماني ديه يلعب عندك سليماني سايك لعب قدم سايك ماشي هو يفرض روحه لا يقعد حتى 2023 ما يفرضش روحه. كاين مدرب كاين لاعبين يعني دروك المدرب باش يكون ناجح لازم يجيب اللي يكون الاحسن في النادي تاعو
اللي يكون الاحسن في النادي تاعو من سيدي تقول لي بلي عيطنا لسليماني خاطش عليه كافح في المنتخب الوطني. لا ما كاش هذه هضره، ما كاش.